السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى من الله أن تكونوا بخير وسعادة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصل لكم كل جديد والأهل يوفيكم به التعليم. تعلن نظام الدراسة بالصف الأول الإعدادي المطبق لأول مرة العام الدراسي الجديد. قررت وزارة التربية والتعليم نظام التقييم المرحلة الإعدادية للعام الدراسي الجديد، وحددت الوزارة في منشور رسمي حصلت الشروق على نسخة منه نظام الدراسة والمنهج المطور لطلاب الصف الأول الإعدادي المطبق لأول مرة هذا العام. وجاء النظام كالتالي: أولا، المواد الأساسية المضافة للمجموع: لغة عربية، رياضيات، لغة إنجليزية، دراسات علوم. ثانيا، توزيع الدرجات للمواد المضافة للمجموع: عربي 80، إنجليزي 60، رياضة 60، العلوم 40، الدراسات 40، بإجمالي 280 درجة. ثالثا، نظام التقييم والاختبارات: 30% اختبارات الشهور، 30% اختبار نصف العام، 20% سلوك ومواظبة وواجب، 20% اختبارات أسبوعية. رابعا، اقتصار اللغة الأجنبية الثانية على المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة للغات والمدارس الخاصة للغات. خامسا، مادة الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات أصبحت مادة غير مضافة للمجموع يدرسها الطالب في المرحلة الإعدادية بالإضافة للتربية الدينية والتربية الفنية. سادسا، نظام التقييم للمرحلة بالدرجات وليس ألوان والمجموع الكلي من 280 درجة. وبهذا قد أوفيناكم بالتعليم. تعلن نظام الدراسة بالصف الأول الإعدادي المطبق لأول مرة العام الدراسي الجديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، دعم الرايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.